جاي من طول عمرك يحب الحريم بعد. قال ولده انا بعرس ولدي. كل ما تمر حرمته على الولد يشم عباته. عبوه. والله يزيد ريحتها من البنت. شوي بيقول حارثني بيبطش. قال هو عاد ولده بعد بارنبو عين. قال يوم جاء اصبح الصبح قال من يجوز الشايب هذا؟ ما يجوزونك يا ناس الضعوف طمع بالحلال. كل واحد يقول لك معي الحلال. قال اجوز رايك 50 نار. ايه بده بنت اللي شاء. قال والله ما سهله 50 نص قلب. قال مش الله العظيم عشان ابوي وراه ابيعك حرقه حرقه. بس لي شرط عليك. لا قال وش؟ اذا مر حط بخيمه البنت تجي حرمتي تحط على سماد على سله سماد اسود. الخيمه هذه ما بشي فاضي. البنت موجوده تنام على ظهره للصبح وباقي وكيف تطرد ابوي الليله بس شرطي. حريمه خلنا نحط السماد ولا تقوم لما ناخذ السماد. ما حد يقدر يجي الخيمه قدام البيت وقدام الناس وقدام هدف. خيمة. اي هدف جاي ما يقدر يغامر يطردته ولا يدزته. صحيح فهمت السالفه؟ ايه. هو يبي ينفذ شرطه. يبي ابوه تجوز ابوه. قال الشايب ضياع ما عنده مشكله. هذا الحلال. الله يا ابنائه والله لو تبي تحرق مو تبي تبي الخيمه كذا تجوزوا الحريمه كبار يوم جاء بالليل ويرفع لشاب البنت يحط على الشرط السماد حشو ايه علشان ليه؟ ما تحرك ما تحرك ايه؟ وانت حركه تنكب تنكب خلاص الحلال يرجع الانكب حلال يرجع اي نعم اللي سدد زيت ابوي ما خلتي على شيء في سالفه تجيب سالفه صار الشرط المهم اعرس قالوا هاتوا الشاي دخلوا الشاي اخوي مثل اخوي مثال دخلوا الشاي ينبض حق الحريم قال لهم يسفته اكل اي خوش اي سفته هو يوم سيقول لك والله تمشي على الباب ما تقدر هذا ترى يا اخوي هي النتله هذه طقه طال عمرك طقه وحده وخط الله اي والله اه طلعت روحه الله مستعان مش بظهره يوم جت الصبح جنة حليب قال خذوا هالجنازه خذوا جنازتكم ادفنوا هي على شرطه هي ما هي عافيه صاملتها والله كفو حلال حلال حتى روح بعد الحلال عليك بعد رايح بعد الجنازه جابت اجل والله قال خذوا الجنازه طلع عليها واحد السالفه انت ابوها اخذ الحلال والبنت مات هو ومستانس 50 ناقه على ليله 50 ناقه السالفه ما كملت خلت تكمل السالفه خلت تتم السالفه بعدين تعرفون وش اسلم 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 يا طول العمر على العارف وراحت عقب العدة شهرين ما في العدة قبل جاءت الواحد يخطب البنت وياخي حملت جابت ولد فهم حملت جابت ولد يا اخوي يا الولد كبر صار جدع كبر الشباب كل ما يشوف اخوه اللي دفع البل يقول هذا اخوه دم ودمي حركاته قلبي يحس انه هذا كذا يعني في صله خلاص مين معلم اللي حامل وهي ما علمت تبي فراقهم تبي تربي ولده مع رجله ما تبي ينعزل عنها ولا علمت تجي عدة أربع شهور ما في عدة قبل ما يعلمون قبل ما يعلمون بس ما علمت حتى لو في عدة ما قالت إني حامل ولا قالت المهم جابت الولد ويجي أخوه طال عمره في طالب رجلة قال أنا هذا الولد مو هو لك أخوه هي صار عمره 10 سنين أو 8 سنين حلو مبين كله ولد انت ولد انت صاحب هذا اضرب بيه وغد كله ما يصير يقعد 7 شهور اوكي قال ابدا انا وياك عند العاد ايه عند العاد حضر نفسه حضر نفسه يقولوا لي جيبوا له العاد قال عارف هذا يقول والحره الساميه حضر انت حرمه متى ولده يربى معاه ما يروح له ضرائب يوم جابوا العاد قال هذه بسيطه تعال يا انت ابوه امسك هذا الولد بقصه باثنين بنصه بقصه بس سيف اطمره تاخذ يدين وهذا ياخذ رجلين منو؟ اي خطوه كلها وين معاذ؟ انا يمسك هذا رجلينه ويجي يطلع عمرك والعالم بالسيف كل ما يوم عليه يقول اخوي لا 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 وهذاك ابوه عطني حقي عطني حقي اقصف اذبح
وهذا كل مهوي قال لك لا يا اخو ما بي ماذا قال يعني ما تبي حقك قال لا بس لا تبي قال خلاص هذا اخو هذا ما له شيء مو ولده ولده صار رحمه ما يقول ولده اي نعم صحيح الفراسه شنو جبت قبل. سبحان الله سبحان الله 10/1/2019 يوم الخميس في الدبدبة مع الجهة الطيبة وخالي عودة بن صياح الغوانس.